أسعدتم أوقاتا في نشرة اليوم رسالة من بشير. رفاق القواتيين، غدرتكم منذ 35 عاما وها أنتم باقون ومستمرون رغم الصعوبات، تتحدون المخاطر وتتجاوزون المؤامرات المحاكة ضدكم، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن رهاني كان صائبا، وبأنني عندما أسست القوات اللبنانية قد نجحت في زرع مقاومة لبنانية لا تلويها الرياح ولا تثنيها المصاعب ولا تهاب النضال حتى الاستشهاد في سبيل القضية التي تؤمن بها. رفاقي، أن أكون حيا فيكم فهذا لأنني حملت القضية نفسها التي ما زلتم تضيئون شعلتها، أراها في أيديكم المرفوعة والمتشابكة، أراها في نظرات عيونكم التي تعكس تصميمكم على المضي قدما في مقاومتكم مهما بلغت التحديات، وقد أثبتتم ذلك خلال أكثر من 11 عاما من اعتقال قائدكم، وحفظتم على وفائكم وإيمانكم وأملكم بغد أفضل، وكنتم على حق ولم يصح إلا الصحيح. إنه اختبار الذهب في النار والذي خرجتم منه ذهبا تماما، كما بعد استشهادي وانتصاركم على الحزن واليأس ومحاولات الترويض والإلغاء، وها أنتم اليوم حزبا قويا قادرا ومنتشرا يطمئن له الحليف ويهابه العدو. أطمئنكم رفاقي بأن التحديات سوف تزداد والخطر لن يزول في المدى القريب، ولكنني مطمئن هنا بأنكم هناك سوف تقدمون التضحيات وتقاومون الاستسلام، وفي النهاية سوف تنتصرون ويصبح حلم بشير بالجمهورية واقعا يعيش في كنفه اللبنانيون أعزاء أقوياء لا تلين عزيمتهم. وحتى ذلك الحين أحبائي ورفاقي، احملوا الأمانة ولا تقعوا في فخ المصلحة. أنتم تخوضون حربا لا ينتصر فيها سوى الشجعان. بورثت القوات اللبنانية ليحيا لبنان. الرئيس الشهيد بشير جميل.